السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lab number 3 of diagnostic microbiology lab about streptococcus species. هلا في البداية رح نتعرف على البيوكيميكال تيست اللي ممكن انه نحتاجهم حتى نتوصل للستريبتوكوكس سبيشيس، حتى نتوصل للستريبتوكوكس سبيشيس بالتحديد يعني. اوكي، اول تيست اوبتيشن سسكبتابيليتي تيست. تتذكروا في اللاب الماضي حكينا عن النوفو بايوسن تيست، تقريبا نفس المبدا. ستريك وان كوادرنت اور وان هاف اوف ا شيب بلاد اجر اور شوكليت اجر بلايت ويز ان اولوكيوم اوف اورجانيزم تو بي تيستد، اللي عندنا بيور ايزوليت، بنكون ماخذين بيور كولوني. بنعملها ستريكينج لما بدنا نعمل اوبتيشن ديسك او اي ديسك اللي هو عبارة عن انتبيوتيك. اي ديسك ممكن انه نستخدمه مفروض انه نعمل ستريكينج بشو؟ بالسواب، ليس في النيدل وليس في اللوب طبعا. نستخدم سواب، نعمل ستريكينج على وان كوادرنت اور وان هاف، على التشيب بلاد اجر اور تشوكلت، ما فرقت، هي هادي هاد نقدر نستخدمها تمام. باخذ يعني بالسواب بناخذ بيور كولوني، ناخذ ايزوليتد كولوني حتى ما يكون في عنا contamination، نتجنب انه يكون في عنا mixed bacteria. Place an optician disc on the center of the enucleum using sterile forceps. Incubate the plate overnight at 35 Celsius in the presence of 5 to 10% of CO2 or candle jar. تمام، بعد ما عملنا ستريكينج بنجيب الاوبتيشن ديسك، حكينا دائما بناخده بستيريل فورسبس، بنحطه على الانكوليتد اريا. في الاوبتيشن سسكبتابيليتي تيست نحن بنحتاج لنسبه من السي او 2 اللي عندنا فروم 5 تو 10% اوف سي او 2. بيكون في عندنا انكوبيتر بوفر السي او 2 او بنقدر نستخدم الكاندل جار. الكاندل جار يمكن قلت لكم عنه قبل هالمرة، هو عبارة عن بيجي عنا جار يعني بوتل كبيرة، بنحط فيها البليت اللي بنعملهم انكوبيشن، بكون اوريدي فيها شمعة، وهاي الشمعة بنشغلها وبنسكر الكاندل، وبعدين ايش بنحطها في الانكوبيتر تمام. هلا الشمعة وهي مشغلة بحضرها شغالة بعدين تطفي، وبالتالي بتوفر لنا السي او 2 الانيروبيك كونديشن. After incubation period observe the zone of inhibition surrounding the disk. هلا بعد الانكوبيشن رح يكون في عنا zone of inhibition. بالنسبة للاوبتيشن ديسك ممكن نستخدم in two size. إذا كنا مستخدمين 6 مليمتر in diameter ديسك، فالزون إذا كانت equal or greater than 14 مليمتر، الزون اوف انهيبيشن اذا كان الدايمتر لها 14 مليمتر اور مور فبتكون سنسيتيف تمام، نعتبرها سنسيتيف اور بوزيتيف بنحكي عنها. اما اذا كنا مستخدمين 16 مليمتر، سوري، اذا كنا مستخدمين 10 مليمتر ان دايمتر للديسك، فالزون بتكون ايكوال اور مور ذان 16 مليمتر سراوندينج ذا ديسك، نعتبرها also بوزيتيف. هلا بدنا يعني نعرف او نحفظ شغله انه الاوبتيشن سسكبتابيليتي ديسك اذا طلع بوزيتيف عاده بتكون عندنا البكتيريا ستريبتوكوكس نيمونيا تمام. هلا برضو الزون اذا كنا مستخدمين 6 ملم ديسك، الزون اذا كانت بين 6 و 10 اللي هي عندنا less than 10 ملم، بتكون هون يعني النتيجة مشكوك فيها، لازم نتأكد منها بتست تاني. برضو نفس الشيء إذا كنا مستخدمين 10 مليمتر طلعت between 10 to 16، برضو هون بنسميها equivocal result، يعني result فيها لبس مش متأكدين منها، لهيك لازم نعمل تست تاني بنسميه pile solubility test حتى إننا نتأكد من المايكرو اورجانيزم تمام. اذا طلعت عندنا بوزيتيف سنسيتيف خلص نيمونيا، ما طلعت بوزيتيف بنعمل تيست ثاني اللي عندنا البايل سوليوبيليتي تيست.
هلا هاي الفيجر بتوضح لنا عملنا نحن ستريكينج ل المايكرو اورجانيزم، حكينا اخذنا ايزوليت كل اللي عملنا ستريكينج، وجبنا الاوبتيشن ديسك حطيناه على النيوكليوم على الكالتشرد اريا، تمام، حطيناها انكوبيشن، ثاني يوم بيطلع لنا هذا الزون بنقيسه وبنقرر اذا كان بوزيتيف اور نوت. بايل سوليبيليتي تيست، خلينا نحكي في البداية عن البليت ميثود. select well isolated. في البداية خلينا نحكي عن ايش المبدأ، ال principle of bile solubility test. هلا نحن اصلا نستخدمها حتى نعمل distinguish between streptococcus pneumonia from all other alpha hemolytic streptococcus. في عنا الريجنت بنستخدمه صوديوم ديكسيكوليت. هلا صوديوم ديكسيكوليت will lyse the pneumococcal cell wall، تمام، وبالتالي ببين عنا الريزلت هل انه صار في عنا lysing or not، تمام. خلينا نشوف هلا من البروسيجر بتفهموها. select well isolated colony from blood or chocolate agar plate and place one drop of the reagent اللي هي ايش الريجنت حكينا عنه 10% صوديوم ديكسيكولايت، بنحط 1 دروب منه directly up on the colony. اذا بنحدد كولوني معينه على سواء كان البلد او الشوكليت الاثنين بيمشي حالهم في التست، تمام. بعدين بنضيف 1 دروب على هاي الكولوني اللي حددناها من 10% صوديوم ديكسيكولايت. هلا keeping the plate، هاي مهم الخطوه keeping the plate very level. كيف يعني keeping the plate very level؟ يعني بنخلي البليت بشكل ثابت ومستقيم، ما بنحاول نميله أو إنه نحركه خلال انتقاله للإنكوبيتر، تمام؟ ليش؟ To prevent the reagent from running and washing a non-pneumococcal colony away. هلا تعطيكم شغله، هو الريزلت اللي راح نعتمدها إذا كان هل الكولوني موجودة ولا صار اللايسنج واختفت، تمام. هلا اذا انا حطيت الدروب وحركت البليت، هلا ممكن انه الدروب يجي فوق النون نيموكوكال كولوني ويعملها واشنج اوت. سو نحن لما نيجي نشوف الريزلت بنشوف ايش صار، لايسنج، راحت الكولوني وبنعتبرها بوزيتيف، بس هي بالواقع بتكون فولس بوزيتيف ريزلت، تمام، تكون فولس بوزيتيف ريزلت. لهيك لازم نخلي البليت very level ونحطه في الانكوبيتر، في الايروبيك انكوبيتر، will speed up this process. عشان نسرع هاي البروسيس بنحطها تقريبا for 30 minutes. طيب when the reagent has dried examine the area for the absence dissolve of the original colony، تمام. اذا الريجنت صار درايد واختفت الكولوني بنعتبر هذا الشيء بوزيتيف ريزلت، تمام. absence or dissolve the original colony بنعتبرها بوزيتيف ريزلت. هلا بالنسبه للتيوب ميثود، الطريقه الثانيه ممكن نستخدمها، انكوليت 5 مللتر تيوب اوف سيرم with tested an organism. اذا بنحط 5 مل a tube of serum، بنحط فيها سيرم وبنحط ايضا فيها الاورجانيزم يلي بدنا نعرف ايش هو حتى نعمل ايدنتيفيكيشن له. incubate the test tube at 37 celsius for 18 hours. هلا بعد الانكوبيشن بيرود شو لازم يكون؟ the tube is still warm add، وهو التيوب اول ما طلع من الانكوبيتر لساته warm، بنضيف 0.5 ml of 10% sodium dexycholate نفس الريجنت and re-incubate at 37 celsius for 30 minutes. بعد هيك بنشوف الريزلت. اذا التيوب كلير، داخل المادة داخل التيوب كلير يعني البايل سولبل كلتشر ويل ابير كلير، بيكون عندنا بوزيتيف ريزلت. اذا كان تربد بنعتبره نيجاتيف ريزلت، تمام. فهمنا كيف بنعمل
تيوب بنحط فيه سيرم، بنحط فيه البكتيريا. طبعا بصير بنحطها في الانكوبيشن مدة 18 ساعة تقريبا. تمام، بعد هيك بنشوف راح يصير في عندنا جروث، بنطلعهم تاني بعد يعني مضي الانكوبيشن بيريود، بنضيف عليها وهي لساتها وورم، بنضيف عليها الرياجنت اللي هو عندنا 10% صوديوم ديكسيكولايت، وبنرجع نعملها ري انكوبيت 30 مينت وبنطلعها. اذا كانت كلير مثل هيك يعني انه البكتيريا صار لايسز للنيموكوكال سيل وول وصارت كلير، لكن اذا ظلتها تربد يعني هي نون نيموكوكال تيست. تمام، هلا في عنا تيست اخر اللي هو عنا الباستريسن سسكبتيبيليتي تيست. كيف حكينا على الاوبتيشن ديسك وكيف حكينا على النوفو بايوزن في اللاب الماضي، ذا سيم نفس الطريقه. عنا ديسك بنجيب بلاد اجر او تشوكلت، بنعملها ستريكينج تقريبا اذا كان 1 هاف اور 1 كوادرنت ما في مشكله، بنيوكليوم طبعا بايزوليتد كولوني. بعدين بنضيف عندنا الباستريسن ديسك باستخدام طبعا ستيريل فورسبس مثل ما قلت لكم، نعملها انكوبيشن اوفر نايت، وبتحتاج برضو سي او 2 حكينا، او بنستخدم الكاندل جار حسب متوفر عندنا في المختبر. افتر انكوبيشن بيريد اوبزرف فور زون اوف انهيبيشن سراوندينج ذا ديسك، اني انهيبيشن زون از انديكيتيف اوف بستريسن سسكبتيبيليتي، يعني بنعتبرها بوزيتيف. تمام، بدون ما نقيس بالمسطره هون ونشوف قديش الدياميتر، اي انهيبيشن زون موجود في على الكلتشر او انه اراوند ذا ديسك بنعتبره بوزيتيف. تمام، صوديوم هيبيوريت هيدروليسيس تيست، تيست اخر اللي هو عندنا الصوديوم هيبيوريت. بالنسبه لهذا التيست ايش البرنسبل منه قبل ما نحكي عن البروسيجر؟ في عندنا الهيبيوريكيز انزيم، انزيم اسمه هيبيوريكيز، بيعمل هيدرولايز الهيبيوريك اسيد، بيعمل هيدرولايز الهيبيوريك اسيد تو بنزويك اسيد اند جلايسين. تمام، هلا بالنسبه للجلايسين detected by addition non-hydrogen reagent، اذا الرياجنت اللي عندنا هو عباره عن النون-hydrogen بنضيفه، فهو تقريبا بيعمل كشف للجلايسين. خلينا نشوف البروسيجر كيف. Inculate plastic disposable test tube that contain 0.4 ml of 1% sodium hiburate with heavy enucleum اللي هو عندنا pure culture طبعا نختاره. The suspension should be milky. بنعمل suspension between the sodium hiburate والنيوكليوم. ناخذ colony مثلا او heavy بناخذ اكثر من colony، بس ننتبه يكونوا isolated colonies بيشبهوا بعض. Incubate the capped tube for 2.5 hours in a 35 Celsius water bath. اذا بنحطه في الووتر bath لمدة ساعتين ونص. بعد هيك add 0.2 ml of non-hydrogen reagent and re-incubate for additional 15 minutes. تمام؟ هلا الريزلت كيف ممكن ناخدها؟ عنا observe for a deep blue color change indicating that hiburate has been hydrolyzed. إذن إذا أعطانا إذا صار اللون الريزلت او الميكسر الموجود عندنا ديب بلو فبيكون بوزيتيف. تمام، الكلر تقريبا رح يظهر عندنا between 10 to 15 minutes after non-hydrogen indicator add، ماشي، بعد ما نحطه بتقريبا من 10 ل 15 دقيقه ببين عندنا اللون. اذا استنينا اكثر من 15 دقيقه ولسه اللون عندنا faint blue or no color change هذا الشيء بنسميه بيكون عندنا الريزلت نيجاتيف. تمام، اذا بوزيتيف ديب بلو، نيجاتيف فينت بلو اور كلرليس. هاي الصوره عندنا بتبين هاي بوزيتيف ريزلت ديب بلو، هاي تقريبا كلرليس نيجاتيف، اذا this is positive result and this negative result. ضل عندنا تيست اللي هو بنسميه الكام تيست.
الكانتست رح أقرأ لكم البروسيجر على السريع وأفهمكم على الفيجر كيف ممكن أن نعمل البروسيجر. Inculate a streak line of Staphylococcus aureus down the center of 5% cheap blood agar plate. Inculate a streak line of the isolate organism to be tested at right angle to the Staphylococcus aureus streak stopping just before, إذا متى بنعمل stopping just before the Staphylococcus aureus line is reached. Incubate the plate at from 35 to 37 approximately overnight in air or 6 hours under 5 to 10% CO2. After incubation period, observe for an arrowhead shape zone of reached hemolysis at the juncture between الستريبتوكوكس and staphylococcus. فهمتوا إشي؟ يمكن لا. هلا على هذا الفيجر عنا blood agar, بنجيب Staphylococcus aureus بتكون موجودة عندنا في المختبر, سواء عملنا لها isolation من مريض معين أو إنها محضرة عندنا موجودة. المهم بنجيب Staphylococcus aureus, بنعمل streak single line, نحط line هون, تمام. بنيجي عندنا البكتيريا اللي بدنا نعملها identification اللي هي من السامبل لسه مش عارفينها, بنعمل streak line, نمشي من هون بنوصل. قبل ما نوصل ال Staphylococcus aureus بنوقف, ما بنخليها يصير عندنا crossing. وهاي سامبل تانية برضو جينا عملنا streak line وقبل ما نوصل الستاف aureus وقفنا, بعملهم incubation بعدين بشوف يلي طلع لي هذا الارو هيد شيب. شايفين هون ارو هيد شيب, بنعتبره كام تيست بوزيتيف. اذا ما طلع لي ارو هيد شيب كان عندنا الشيب طبيعي مثل هيك, بنعتبره ارو هيد نيجاتيف, سوري, او كام تيست نيجاتيف. تمام اوكي. الكام تيست عادة البوزيتيف اذا طلعت لنا بوزيتيف بتكون ستاف سوري ستريبتوكوكس اجلاكتيا اللي هي عندنا جروب بي, اذا طلعت عندنا نيجاتيف بتكون اذر ذان جروب بي, وبنعمل بايل اسكولين. تمام اذا الكام تيست اذا طلع عندنا مثل هذا الشيء بوزيتيف بتكون اجلاكتيا ستريب اجلاكتيا, اذا طلعت عندنا نيجاتيف مش اجلاكتيا. بايل اسكولين تيست انكوليت 1 اور 2 كولونيز فروم ان 18 to 24 hours culture into the surface of slant tube, يلي عنا حكينا كيف نعمل slant tube, إما zigzag or fish tail, or on the surface of a blade that contain bile scolon media. أوكي هلا بالنسبة للbile scolon شو البرنسبل, ما قلنا لكم البرنسبل. بالنسبة للبرنسبل عبارة عن the ability of bacteria to hydrolyze escolin in the presence of bile اللي هو عبارة عن salt. تمام بينتج عنها glucose and escolitin. هلا بالنسبة للاسكولتين تعمل react with ferric ions. تمام الferric ions هدول بكونوا موجودين في الميديا, إذا عملت reaction with ferric ions فبتحول لون الميديا أو الكومبلكس اللي بيظهر عنا لونه أسود. إذا طلع عنا black or dark brown فبنسميه bile scolon test positive, إذا ما طلع بكون عنا negative. تمام so the procedure بعد ما عملنا incolation في التيوب هو بيكون عنا بنرسمها as fish tail, نعمل streaking لا slant tube. بعد هيك incubate the test tube or plate at 35 Celsius for 18 to 72 hours, تقريبا 3 days. Positive result present of black to dark brown color. تمام؟ بنسميها positive. لكن
إذا كانت نيجاتيف بتكون no blanking of media، الميديا ما بكون فيها blanking. كيف الريزلت بيكون؟ as this. تمام؟ هاي عبارة عن slant. اوكي الباي الاسكولين بنعمل ستريكن في شتيل هون في شتيل هون، عملناهم التنتين انكوبيشن طلعناهم. اذا صار في لون اسود فانه باي الاسكولين تيست بوزيتيف، اذا كان لونه مثل ما هو ما تغير للون اسود بيكون نيجاتيف. اوكي يعني البكتيريا اذا كان نيجاتيف البكتيريا ما عندها قدرة انها تعمل هيدروليسيس للاسكولين، لكن اللي صار ضلتها اعطتنا بوزيتيف ريزلت صار لونها بلاك عندها القدره انها تعمل هيدروليسيس للاسكولين وتنتج لنا الاسكلتين حتى يتفاعل مع الايرون الموجود او الفرك الموجود في الميديا ويعطينا بلاك كلر. تمام ضل عندنا اخر تيست اللي هو عندنا ان اي سي ال بنسميها 6.5% ان اي سي ال. تمام هاي أفروض إنها بالطبع طالعة غير. أوكي زبط لكم إياها. إذا 6.5% NaCl using sterile loop. أوكي using sterile loop transfer the organism to be tested to the 6.5% NaCl broth. إذا بيكون هو broth فيه نسبة عالية من ال NaCl، هذا هو المبدأ. تمام بنحط فيها الأورجانيزم بعدين incubate the tube for a minimum of 18 hours after that examine the tube for evidence of growth اللي يعني التربيديتي. It may be helpful to compare the tube كيف ممكن إنه نتمكن أو نتأكد من التربيديتي، ممكن نقارن التيوب اللي طلعناه من الإنكوبيتر مع an incubated tube واحد جديد. اوكي وحتى نجزم هل هو turbid or not. وإشي مهم don't agitate the tube before you examine them. تمام ما نحرك التيوب، ممكن يكون عامل precipitation في الآ، إذا حركناه ببين عنا turbid وبيعطينا false positive result. Interpenetration organisms that can tolerate a high salt environment will grow in this broth causing the broth to become cloudy or turbid. تمام هذا هو المبدأ، هل البكتيريا بتقدر انها تتعايش في الhigh salt environment او لا؟ اذا تتعايش فعلا بصير فيها growth وبصير في عنا turbid broth، while not اذا ما صار في عنا growth بيكون في عنا clear broth. Turbidity is considered positive و clear broth is considered negative. مثل شايفين هون صار في عنا هاي clear، هاي صار في عنا turbid. إذا this is negative and this is positive. نيجي للستريبتوكوكس بحد ذاته، حكينا هي من الفاميلي الدينوكوكاسيا. الستريبتوكوكس سبيشيز إيش مواصفاتها؟ التستات عرفنا نعمله من كتاليز، أخذناها في اللاب الماضي عرفنا كيف نعمله وحكينا إذا طلع نيجاتيف فهو ستريبتوكوكس سبيشيز. طبعا هي نانموتايل، كل الكوكساي بيكونوا نانموتايل نانسبور فورمينج. هي عبارة عن ايروبيك أور فاكولتيتيف أن ايروبيك أورجانيزمز، ممكن إنها تحتاج from 5 to 10% of CO2. مورفولوجيكال شيب أوف باكتيريال سيلز جرام بوزيتيف كوكساي طبعا round or oval in shape. Streptococcus species may appear gram negative if culture can old. okay إذا كان old ممكن إنه أو إنه مثلاً الشخص اللي أخذنا منه العينة كان ماخذ treatment with an antibiotic، كان ماخذ antibiotic معين فممكن تعطينا false negative result. Cell appears spherical less than 2 micrometer in diameter occurring single in pair or chain with growth. بشكل عام خلينا ناخد برضو culture characteristic بعدين ناخد كل species على حدة. Culture characteristic or colony description pinpoint or small to medium عادة هيك بيكون شكل أو size للcolony of strep
Most species are non-pigmented except some strain of Strep agalactia and Enterococcus, which may have yellow, orange, or red-colored colony. هذا ممكن يكونوا pigment with pigment, okay? First species رح نحكي عنها اللي هي Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia بالنسبة لـ cells under microscope cocci shape in pair or short chain. الإشي اللي بيميزها وهاي انتبهوا لها واحفظيها ممكن تسألوا عنها في تنسألوا عنها في الامتحان إنه يكونوا in pair أو in diplococcus. مين اللي ممكن يكون lancet shape in diplococcus اللي هي صفة مميزة عادة للstrep pneumonia. Colonies small round gray ممكن تكون أيضا mucoid. ليش mucoid؟ مين يحكي لي؟ mucoid لأنه فيها كابسول. إذا Streptococcus pneumonia محاطة بكابسول، وعادة البكتيريا مثل ما حكينا لكم في اللكتشر أو في الكورس الماضي، حتى مش اللكتشر اللاب الماضي، في الكورس الماضي في الجنرال حكينا أي كولوني ممكن تكون شايني، ممكن تكون ميوكويد. ليش؟ بسبب وجود الكابسول. All colonies surrounding with alpha hemolytic، هاي بدكم تحفظوها. إذا فيها كابسول ممكن تكون ميوكويد، هاي مهمة. وشيء آخر اللي هو إنها surrounding with alpha hemolytic. كيف بنشوف الالفا هيمولتك؟ مثل ما أنتوا عارفين بيكون في عنا greenish zone under microscope. شوفوا كيف diplococci as lancet diplococci، هدول عبارة عن Streptococcus pneumonia، شكلها مميز. شايفين كيف في عنا greenish line؟ هذا دليل إنه بتعمل alpha hemolytic. طيب species آخر من Streptococcus اللي هو Streptococcus biogenes بنسميها beta hemolytic group A. إذا الجروب A هم عبارة عن البيوجينيز. البيوجينيز تقريبا 90% of throat infection سببها Streptococcus biogenes. بالنسبة للسلز كيف شكلها؟ cocci shape single and mostly in chain. Colonies circular, shiny, transparent to translucent, pinpoint very small. إذا البيوجينيز مميزاتها تكون very small. Colonies surrounding with wide zone of beta hemolytic. برضو كمان نحفظها إنه strep biogenes هي تعطينا beta hemolytic. كيف beta hemolytic حكينا؟ شوفوا هاي الكولوني حواليها في عنا clear zone around the colony، هاي بنسميها beta hemolytic. برضو كنتم تحفظون انه بكون حكينا هون ايش in chain، عادة mostly in chain. اذا مين من الستريب اللي ممكن تكون mostly in chain؟ البيوجينيز. طلع كيف شكلها؟ خصوصا اذا عملنا لها كلتشر من براث فهي بتكون in chain. هلا الستريب بيوجينيز فيها خاصية انها ممكن تنموفيل ان ايروبيك، فلما نعمل كلتشر ممكن نعمل stabbing في اللوب نفسه اللي عملنا فيه كلتشر، وبالتالي بيطلع عنا clear area داخل الميديا من الداخل اللي بنقدر نشوفها من البليت، وهذا دليل انها صار في عنا نمو في داخل الاجار. Streptococcus agalactia اللي عنا حكينا الجروب B، beta hemolytic group B. السل cocci shape single or in pair. بالنسبة للcolonies هي larger than group A اللي هي البيوجينيز. اوكي لسه مواصفاتها narrow zone of beta hemolytic، ممكن تعطينا narrow zone of beta hemolytic. و some strains مش كلها تعطينا hemolytic، some strains are non hemolytic. تمام. طيب هاي شكلها طالعين، طلعوا كيف انها very small. اذا small colonies ممكن تكون a galactia. هون شكلها under microscope also. الجروب دي اللي عنا جروب دي انتيروكوكساي او مسميها Streptococcus fecalis may grow in McConkey agar. Mostly of those organisms are non-hemolytic. اوكي ممكن في عنا الجروب دي Streptococcus فيها اشي غريب. نحن حكينا المكونكي هي selective للجرام negative،
لكن ممكن في بعض الأحيان يصير في عندنا نمو للجروب دي انتيروكوكساي. وممكن تعطينا جاما هيموليتك ما فيش فيها ما بتعمل هيموليسيز للبلاد. But sometimes maybe give alpha or beta hemolytic. The colonies appear small, cream white, smooth, and interior. تمام؟ هيك بنكون خلصنا لاب اليوم بحمد الله. عرفنا كيف نتوصل كيف نعمل البيوكيميكال تيست اللي ممكن يوصلونا أو يعملونا ايدنتيفيكيشن للستريب. هاي من جهة، ومن جهة تانية تعرفنا على الـ species of streptococcus وشو مواصفات كل واحدة فيهم. يعني لما نعمل تيست معين إذا طلع positive شو ممكن تكون، إذا طلعت negative شو ممكن تكون. ويعطيكم العافية، بتمنى لكم التوفيق.